وككل جمعة نختم مع جديد الثقافة والفن مع بشرى رئيف التي نتوقف معها عند طبعا عرض موسيقي احتضنته مدينة فاس لتكريم روح راحل عازف قيطارة شهير، أليس كذلك؟ صحيح، كما تعلم باكو دي لوسيا أو كما يلقبه البعض بشاعر القيثارة، يعد من أشهر عازفي قيثارة الفلامينكو في العالم، وقد رحل عنا هذا العام. سبق وشارك في مهرجان فاس الموسيقى الروحية، وهناك التقى فرقة لانيولا التي اختارت بالأمس إحياء حفل تكريما لروحه. نشاهد. هم أعضاء مجموعة لانيولا الشابة، وهذه فرصتهم لتكريم فنان بفضله عاشق عزف القيثارة وفن الفلامينكو باكو دي لوسيا الذي رحل عن سن 66. قدموا معزوفات من ريبرتوارهم الموسيقي واستحضروا أشهر معزوفاته. الحمد لله تحتنا الفرصة أننا نتلقاو به شخصيا في الفستيفال فاس ديال العام اللي فات، تلقينا معاه ولعبنا معاه وتعلمنا منه شحال من حاجة. بيان سور باكو واحد الإنسان اللي مغير لو كوتي ارتيستيك ديالو، واحد الإنسان طيب جدا. من أجل إنعاش الفن والثقافة الإسبانية اخترنا أن ننظم مجموعة من الحفلات الفنية عن الفلامينغو ضمن سلسلة من العروض لفنانين شباب مختصين في فن الفلامينغو الذي يعشقه جمهور واسع بمدينة فاس. في حوالي ساعة ونصف استمتع الجمهور بمزيج فني بين الأغاني المغربية وغناء الفلامينغو المعاصر، مزيج جعل فرقة لانيولا أسلوبا متميزا في عالم الموسيقى. We'll be right back.